عايزك تقول لي بالنسبه لكلامك في الجزئيه بتاعت الزمالك دي، مين اللعيبه اللي تصلح ان هي تبقى موجوده في نادي الزمالك دلوقتي، اللي نادي الزمالك يبني عليهم؟ والله يا كابتن انا يعني مش معايا، قول الاسماء، مش معايا السكواد او ان انا اقدر اقول لحضرتك ده الاسماء او ده. لا اللي انت لمحتها اللي هو ده نادي الزمالك يبني عليهم في الفتره اللي جايه. هو طبعا نادي الزمالك محتاج تدعيمات قويه عشان برضه نكون اكيد. صراحه، وجماهير الزمالك نفسها بتقول كده، اه السكواد بتاعهم مش على المستوى المطلوب يعني تمام. بصراحه، فاهم قصدي؟ فانت عندك برضه، بس لكن عندك لعيبه مميزه موجوده، يعني انت عندك حمزه المسلوسي من اللعيبه المميزه، كويس. دونجا، عندك عمر جابر، عمر وفتوح، فتوح فتوح من لو في حالته. فتوح لو في حالته هو من افضل باكات ليفت طب المصريين دي يعني، حقيقة، فاهم قصدي؟ دي حقيقة. عندك احمد حمدي ربنا يشفيه، ناصر وعندك ماهر، ناصر ماهر، عبد الله السعيد برضو كبر شويه، وده عبد الله يلعب سنة كمان. وده طبعا يعني دي سنه الحياه، طبعا ده شيء ده صح. مش تقليلا منه خالص، ده طبعا عبد الله من الناس اللي لو هو اشتغل في الفترة الأخيرة عكس بدايته، بالظبط بدايته كان انا واحد من الناس هجمته بصراحه لان مش كانش مستوى عبد الله بالظبط، لا السعيد بدأ يتأقلم وبدأ يدخل في ويشتغل. وبدأ يقدم مستوى كويس. وعندك سيف الجزيري من اللعيبه كويسه، ايوه زيزو بس لو طبعا، فايق ما هو كابتن اي لعيب لو فايق التوفيق، صح بس ان انت تبقى فايق ده ليها حاجات، ان انت تبقى مركز بره الملعب، بتنام كويس، بتاكل كويس، ما انت مش هتيجي تفوق يوم الماتش كده، انت مش هتدوس على صح زرار، برافو انت عليك. فاهم قصدي؟ صح. عندك طبعا الكابتن شيكابالا، عندك مصطفى شلبي، ال 13 14 لعيب دول يبنوا بقى عليهم، عايزين لهم 10 كمان، عايزين 10 لعيبه على اللي انا بقولهم دول عشان الزمالك يقدر يرجع ينافس. رأيك في مستر جوميز؟ والله كابتن انا رايي ان مستر جوميز مش يعني مش على مستوى نادي الزمالك، طيب انا بقى عكسك، والله ده رايي الشخصي يعني، فاهم قصدي انت يا كابتن؟ قيمته بناء على ناسي. انا قيمته، انا عارف انت ان لسه حالا انا دلوقتي، عارف اني مش مع لعيبه، انت انا ده عارف ان انت هو انا لسه عارف، قايل، انت لسه بس قايل يا ان هو كابتن، معهوش بس سكواد. يا كابتن طب هينجح ازاي؟ البصمه بتبان برضه يا كابتن، هيبقى البصمه اللعيبه بتبان. اللي موجوده معظمها ما بتعرفش تباصي. طب بتضحك يعني، انت عارفين؟ فاهم يعني لا بس هو انت قلت اسماء لعيبه، انت قلت سامسون، قلت ابراهيم رضاي، معظم في لعيبه عندك في نادي الزمالك ما بيعرفوش يباصوا. طب هو انت قيمته بناء على اساس؟ طب انت كابتن، انت جايب جوميز على انهي اساس برضه؟ هل ليه خبرات في دوري ابطال افريقيا؟ هل ليه خبرات في هو الدوري المصري؟ يعني يعني الكلام على التعاقد الكونفدراليه والبناء على الموسم اللي جاي اللي هو ده، ما هو انا هقول لحضرتك حاجه يا كابتن، وجاي على لعيبه هو ما طب وانت يطلبهاش. اخد ريسك ليه مع واحد هو ده مثلا اللي كان متاح. يعني؟ طب ما في واحد مثلا متاح، مثلا انا مش عارف اداره نادي الزمالك مش بتفكر فيه في مين ليه، مثلا موسيماني ما يفكروش فيه ليه؟ كان في كلام؟ اخد دوري ابطال افريقيا، اخد الدوري المصري، حافظ النادي الاهلي المنافس التاريخي بتاعك، يعني لو انت نادي الزمالك مع موسيماني النجاح يبقى بنسبه اكبر من الزمالك مع جوميز، ودي دولارات مدفوعه ودي دولارات مدفوعه، انا ده رايي هل نادي الشخصي الزمالك هيعرف يتكفل بمرتب موسيماني؟ يا كابتن. نادي الزمالك كبير ووراه اكيد طبعا. ووراه ناس هل كتير. الامكانيات دلوقتي برضه، خد بالك لان في مشاكل قيد وفي مشاكل يعني، فاهم قصدي، ظروف ماديه يعني، هيقدر؟ والله يا كابتن هما برضو لو يقدروا مثلا حد جاي له عروض من اللعيبه اللي هي مش في التوب يعني، يقدروا برضو يبيعوها ويسوقوها ويدخلوا فلوس للنادي. ما انت كابتن لو جبت مدرب بحجم موسيماني انت بتنافس على دوري ابطال افريقيا برضو، اكيد. لو لان الراجل ده مخضرم في البطوله تفتكر دي. موسيماني لو اتعرض عليه الزمالك يوافق؟ والله لو اتحط له فلوس على الترابيزه الصبح هيجي. الناس دي يا كابتن الاجانب انا دول عارف دول بروفيشنال بروفيشنال، عكس مستر مانويل جوزيه. لا لا عكس مستر مانو، مانويل الناس دي جوزيه الفلوس بالنسبه كان لها الكلام ده يا انتشر اللي كابتن. كان فيه الزمالك في فتره كده لا لو لا يا تفتكر كابتن، ده يعني. موسيماني راح مسك فرقه درجه تانية في الدوري السعودي عشان الفلوس، وما ما يعني تحرجش. موسيماني بيفكرش غير في جزء ناحيه ماديه مش بس، موسيماني بس، هو كل المدربين كل يعني. المدربين دلوقتي اهم حاجه مرتبي مش طب عارف ايه. تفتكر ليه نادي الزمالك ما فكرش في موسيماني؟ انا ما اعرفش، انا ما اعرفش. وانا بالنسبه لي جوميز يا كابتن بالورقه والقلم برضو يعني عمل ايه في الدوري؟ ما انت طب انت خدت دوري ابطال، خدت سوري الكونفدراليه بال 11 لعيب، طب ما تكمل بيهم في الدوري، انت اللي ضيعت الدوري منك، انت اللي بعدت نفسك على المنافسه. ما انت ما تجيش دلوقتي تلعب لي باللعيبه الصغيرين وتقول لي انا بلعب بناشئين، طب ما انت كنت بتلعب بالسكواد اللي هو بتاع الكونفدراليه وضيعت بنات كتير اثروا معاك، اثروا معاك. خد بالك برضو اصابه حمدي برضو اثرت يعني، كان من اهم اللعيبه ماشي اللي يا بيبني كابتن. عليها الفرقه سورة برضو، كابتن انا اثرت نسيت بشكل لعيب مهم كبير قوي جدا. يا كابتن، ناصر ماهر. ناصر ما انا ماهر كلمتك من قلت لك، لا انا لا قلت لك ناصر ماهر. من اللعيبه الحريفه جدا المميزين في مصر القليلين، فانت عندك فرقه تقدر يعني، كان يقدر يمشي بصوره احسن من كده في الدوري، فاهم قصدي؟
هو هل مثلا الفرحه بتاعت مثلا نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك بالحصول على الكونفدراليه، انا بعتبرها ان كان مبالغ فيها، ودي اثرت على تكمله الموسم. هل دي اللي اثرت على المشوار بتاع نادي الزمالك في الدوري؟ خلاص اللعيبه حست ان الموسم انتهى. والله يا كابتن دي اللي بتفرق نادي الزمالك عن النادي الاهلي، يعني انا بحب نادي الزمالك جدا وبحب جمهور نادي الزمالك جدا، بس المينتاليتي بتاعت النادي الاهلي مختلفه شويه. في ايه بقى يا كابتن؟ اخدوا دوري ابطال افريقيا نفرح النهارده نسينا بكره. عايزين الدوري، خدوا يعني هم خلاص خدوا الدوري. انا بالنسبه لي البونت ده مش هم خلاص الدوري للنادي الاهلي ده كلام منتهي، وانا قلت الكلام ده من 3 شهور يعني، ودلوقتي خلاص الدوري الاهلي خلصوا الدوري، لا كاس العالم للانديه، خلصوا كاس العالم السوبر الافريقي. لازم تجدد طموحك، ما توقفش عند بطوله معينه. انت خدت يعني كنادي الزمالك، انت خدت الكونفدراليه، انت نادي الزمالك طبيعي تاخدها. فرحت شويه وخلاص ما فيش مشكله، اللي بعده. العقليه دي لازم تتنقل للعيبه يا كابتن. الاداره لازم تنقلها للعيبه، شخصيه لعيبه بالظبط بالظبط يا كابتن، فاهم قصدي؟